القاعدة السياسية إيران في وقت هي بتحاول انها حتى تسيء الى مصر، يعني مش دول الخليج. كيف إيران وانت قاتل السادات له شارع في إيران؟ قاتل السادات له شارع، نظام فاشي رجعي ديني بيحكمه ملالي، بيكيد لمصر وبيكيد لكل العالم العربي. الهيكل لا يهمه ولا هيكل، الهيكل لا يهمه ولا الهيكل فقط. طب النوع من القادس، انا اطرح، انا في حاله كاتب، يعني انا مجرد كاتب الان بره المؤسسه السياسيه، بره المؤسسه السياسيه، كيف اطرح قضايا، كيف اطرح قضايا تثير جدل سياسي ويصدقها الاخرون. إيران الشاه ولا إيران الخميني الملالي؟ ملالي إيران، كيف يعني؟ كيف؟ صحيح. وهو يعني حالة ابتهاج بقتل السادات ويطلقوا الشارع، يعني إيه ده؟ ومظاهر عديدة، احتفال كامل بيحتفلوا كان كل سنة بمقتل السادات، وغير مقتل السادات شامتين في مصر طول الوقت.